مرحبا بمشاهدي راديو تيتوان. اليوم من المنتدى الدولي الخامس للمدن العتيقة بالعرائش تحت شعار التراث المستدام التمويل الحكامة، الذي جاء بهدف الرفع من مستوى تدبير المدن التاريخية بشمال المغرب. ومن ضيوفه الكرام الدكتورة جليلة ونائبة رئيس مجلس الجهة السيدة أسيابوتك. تعتبر هذه الدورة الخامسة لمنتدى المدن العتيقة متميزة بالنسبة لنا كمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لسببين. السبب الأول هو أنه كيندرج في إطار اتفاقية شراكة وقعت ما بين الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في الدورة السابقة. إذا هذا يعني أول نشاط كيأتي في إطار هذه اتفاقية شراكة. متميز أيضا نظرا للشعار اللي اختاره المنظمين لهذه الدورة، وهو التراث المستدام والحكمة والتمويل. فما أحوج هذا القطاع إلى حكمة جيدة وإلى تدبير مندمج وإلى انخراط الجميع في المحافظة على هذا التراث، وما أحوجه أيضا إلى التمويل. ممكن أن يصبح هذا القطاع يعني التراث يعني كل ما يتعلق بالثقافات والحضارات يعني فرصة لخلق ثروة، فرصة لخلق ثروة كاستقطاب السياح، وهذا يدخل في اختصاصات الجهة، وهي يعني تقوية أو جاذبيات المجال بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة. من أهم التوصيات اللي كنتمنى أن يخرج بها هذا المنتدى، أولا هو تفكير في خلق صندوق لتمويل لكل ما له علاقة بالمحافظة على التراث لتمريره للأجيال القادمة وضمان استدامته. أيضا من التوصيات اللي كنتمنى أنها تنبثق عن هذا المنتدى هو الاهتمام ب التربية والتوعية والتحسيس، أولا من خلال دمج يعني هذه المحافظة على التراث ضمن المناهج الدراسية منذ السنوات الأولى، والاهتمام أيضا به في ما يتعلق بالبحث العلمي. ثم أيضا يعني التوعية والتحسيس، هناك يجي دور المنتخب والمنتخبة باعتباره ينهج سياسة القرب مع المواطنات والمواطنين، إذا من أجل توعيتهم للمحافظة على هذا التراث. إذا هذه من التوصيات يعني اللي كنشوفوا ان مهمه يجب ان تندرج، هذا بالاضافه الى يعني وصول الى تصور والى نموذج للحكمه مجاليه تراثيه تاخذ بعين الاعتبار التجارب الرائده في هذا المجال، وهذه فرصه في هذا المنتدى لتقاسم التجارب وكذلك للخبرات الدوليه فيما يتعلق بالمحافظه على التراث.